كل التحيه لكل الاهلاويه اللي بيبداوا معانا حلقه جديده من السادسه. اهلا وسهلا بيكم بعد بدايه موفقه، مش عايز اقول رائعه ومش عايز ادي الامور اكتر من او اكبر من حجمها. المباراه يمكن طبعا الاهلي حقق الغرض الاساسي منها وهو الفوز وضمان باذن الله التاهل لدور المجموعات، ومن هنا يبدا الجد ونستنى القرعه ونشوف الدنيا فين. عندنا ماتش تاني طبعا يوم الجمعه، لكن اعتقد انه التاهل أصبح بنسبة كبيرة جدا مضمون، وخصوصا المباراة امبارح كانت مباراة الذهاب. نتيجة وفوز مريح، فوز مطمئن، وخليني أقول بين قوسين كده إنه بأقل مجهود، يعني اللعيبة لعبت المباراة على قدها. يمكن وأنت بتستنى الماتش كده مستني تشوف وجبة كروية دسمة زي ما بيقولوا، يعني مستني تشوف الأهلي بتقوله، لكن الحقيقة يمكن الماتش ما عبرش عن ده، أو يمكن وده وارد على فكرة ولازم نفهمه، إنه على مدار الموسم اللي جاي هيبقى في ماتشات يطلق عليها اللعب التجاري، الهدف منها انك انت تحقق الهدف المطلوب، الفوز والتاهل او الفوز وضمان النقاط، لانه استحاله استحاله ما فيش فريق في الدنيا هيلعب الكم الكبير جدا من الماتشات اللي هيلعبها الاهلي الموسم ده في كل البطولات دي على مستويات منافسه صعبه جدا، ومطلوب منه يحقق كل الالقاب، وهتلاقيه قادر يقدم لك المتعه في جميع المباريات. لكن خلينا نقول انه باقل مجهود استطاع الاهلي انه يتجاوز المحطه الاولى من محطات سان جورج، ويتبقى محطه اخيره او محطه ثانيه هيكون ميعادنا ولقائنا فيها يوم الجمعه القادم باذن الله. امبارح الحقيقه يمكن الاهلي، وده يمكن هيكون القسم المشترك، يعني الاهلي قبل تسجيل اول هدف غير الاهلي بعد تسجيل اول هدف، سيناريو الماتش بيختلف، الاعصاب بتبقى اهدى، الكوره بتبقى افضل، المتعه بتبقى اكتر. واتمنى دايما انه يمكن يعني اكتر حاجه كانت بتميز مرحله جوزيه، سيبك من قصه انه جوزيه مدرب من المدربين العباقره، يعني جمهور الاهلي بيحطه في حته لوحده، وسيبك من انه الجيل اللي معاه كان جيل يعني عظيم، جيل من 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 اعظم الاجيال اللي مثلت النادي الاهلي، يعني تقدر تحطه في مقارنه مع اي جيل وانت مرتاح. لكن اكتر حاجه كانت بتميز جوزيه شخصيته الهجوميه، بفتكر كويس جدا انه جوزيه بينزل عايز يحط جون في اول 10 دقائق، اول 10 دقائق اول ربع ساعه بالكثير الاهلي يبقى مسجل، والاستثناءات قليله جدا يمكن ما تفتكرهاش، يعني الماتشات اللي الدنيا عقربت فيها مع النادي الاهلي في فتره الجيل ده او مع مانويل جوزيه كانت قليله جدا، دايما الاهلي بيضرب في اول ربع ساعه سيناريو الماتش بعد كده بيبقى في منتهى السهوله. فأتمنى إن شاء الله بإذن الله وسكواد الأهلي السنة دي والتيم بتاع الأهلي السنة دي قادر يعمل ده في الماتشات اللي جاية. النهاردة الفريق بدون راحة، قرر مستر مارسيل كولر إن هو يشتغل أو يعني يكمل بدون راحة تحضير لمباراة الجمعة اللي جاية، وفي انتظار الجمعة الجاية ظهور الأهلي برضو أعتقد مباراة هتبقى الأعصاب فيها هادية جدا. النتيجة تقريبا إن شاء الله بإذن الله صحيح ما فيش شيء مضمون في كرة القدم، لكن سيناريو ان سان جورج يرجع باربع تجوال دي صعبة قوي، صعبة جدا يعني، وفي استاد القاهرة. ونتمنى الحضور الجماهيري، يعني امبارح بصراحة الحضور الجماهيري ما يمكن على الرغم انه كان مسموح ب 30,000، يمكن الناس عارفة انه الأهلي ضامن التأهل أو المباراة أشبه بالمباراة الودية، لكن في النهاية نتمنى إن شاء الله فرصة لمتابعة نجوم النادي الأهلي. رضا سليم يرجع بداية من الأسبوع اللي جاي إن شاء الله مع الفريق، من حقه انه يشارك في مباراه العوده، فنتمنى ان شاء الله اسبوع موفق نادي الاهلي. النهارده زي ما قلت لحضراتكم كان قرار مستر مارسيل كولر بان هو يركز اكتر على اللعيبه اللي ما لعبتش ماتش امبارح في تمرينه النهارده، وخليني اعرف التفاصيل اكتر من زميلنا فاروق صلاح موجود في النادي الاهلي في الجزيره بيتابع تحضيرات الاهلي واستمرار مشواره في التحضير للجوله الثانيه مع سان جورج يوم الجمعه اللي جايه. فاروق مساء الخير. برحب بيك زميلي العزيز احمد سمير، وبرحب بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، يعني موجودين من داخل يعني مقر النادي الاهلي بالجزيره. يعني زميلي احمد، النادي الاهلي في هذه الاثناء مستر كولر بيعقد محاضره فنيه مع اللاعبين عقب يعني الفوز بالامس على فريق سان جورج، انت عارف يعني مباراه مهمه وكانت البدايه مهمه للنادي الاهلي، فوز بثلاثه اهداف بيدي لك اريحيه اكتر في المباراه القادمه، ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في المباراه القادمه باذن الله. موسم بيتهيأ لي تحديات كولر فيه او سقف الطموحات عند كولر فيه زاد يا فاروق. السنه اللي فاتت الراجل بدون يعني مقدمات دخل في منظومه النادي الاهلي، قدر ان هو يتعامل مع اكثر من مسابقه بيكتشفها هو شخصيا لاول مره، ومع ذلك كانت النتيجه اعتقد مرضيه جدا جدا لطموحات الجماهير. السقف السنه دي او الموسم ده سقف الطموحات والتحديات بالنسبه له بيزيد،
قرايته لامكانيات فرقته ووضعها وشعبيتها وحجمها ومستواها على مستوى القاره بيزيد، وبالتالي اعتقد انه كمان في تركيز على انه الموسم ده يكون موسم الارقام. بعيدا عن مباراه او الاستعدادات لسان جورج، ازاي شايف شغل مارسيل كولر السنه دي، وخصوصا طبعا بعد التدعيمات والصفقات اللي اضيفت لسكواد النادي الاهلي؟ يعني زميلي احمد، انت اثرت نقطه في غايه الاهميه، وانت بتفضل سنين تدور على هذا الامر، ان يكون عندك مدير فني على قدر طموحاتك، على قدر طموحات جماهير النادي الاهلي. واعتقد دي بتبقى هي كلمه السر يعني في تاريخ النادي الاهلي على مدار تاريخه. يبقى عندك مدير فني على قدر طموحاتك وقدر طموحات جماهيرك، يبقى عندك لعيب في النادي الاهلي بيرتدي قميص النادي الاهلي على قدر طموحات النادي الاهلي وعلى قدر طموحات جماهير النادي الاهلي. ويعني يعني كلامك واضح، يعني بيوضح كتير جدا من الامور بالنسبه للجماهير. انت دخلت في تفاصيل مهمه جدا بالنسبه لمستر كولر. يعني خليني ارجع معاك بس لحظات بسيطه جدا، يعني بعد مباراه الاهلي وحرس الحدود، يعني انا يعني النقطه دي مهمه جدا. خلال الموسم الماضي لما الاهلي تعادل مع حرس الحدود كان الزعل كبير جدا على مستر كولر، رغم انها مباراه التتويج وبيتوج، ويعني نتيجه المباراه ليست بذات اهميه ولا مؤثره بالنسبه له، لكن كان واضح عليه الزعل الشديد جدا. يعني في هذه اللحظه يعني الواحد حس يعني انت فعلا عندك مدير فني على قدر طموحات الجماهير، رغم انه واخد البطوله لكن زعلان انه تعادل في ماتش يعني بالنسبه له عايز يحقق ارقام، عايز يعمل ريكورد مع النادي الاهلي، فبالنسبه له مش هينشغل بالبطوله وينسى فرحه البطوله وينسى التقصير في مباراه حرس الحدود. دي كانت نقطه مهمه جدا زميلي احمد. كولر بيحضر، انت بتلعب في 8 بطولات، انت عايز تاخد منهم 9، مش عايز تاخد منهم 7 او تاخد 6. اعتقد ببطوله السوبر الاخيره وفقدانك لبطوله السوبر امام الاتحاد العاصمه ادت دوافع كتير جدا بالنسبه لمستر كولر للتخطيط للمرحله القادمه، بدءا من مباريات طبعا الدوري، الانطلاق امام المصري، ثم الانطلاق امام فريق سان جورج، ثم طبعا انت عندك المباراه الثانيه، وبعد كده عندك مباراه الدور قبل النهائي امام انبي، بطوله مهمه جدا لمستر كولر بالنسبه للاعبين. ثم بتدخل بقى للبطوله الاهم للنادي الاهلي السنه دي، بطوله دوري السوبر الافريقي. كولر بيركز على تفاصيل كتير جدا زميلي احمد، مش يعني مش تفاصيل مدرب بيرتكن انه واخد 5 بطولات الموسم الماضي، لا ده هو خلاص نسي انه واخد 5 بطولات، بيفكر اللعيبه دايما ان اللي جاي هو خلاص البطولات دي دخلت المتحف، بيركز في اللي جاي، احنا عايزين ندخل كل بطوله انت مطالب يعني تاخد المركز الاول. كولر يعني عايز اقول لك ان الكلام ده مش هقول سابق لاوانه، مستر كولر في تركيزه وفي ترتيبه بيركز انه يلعب المباراه النهائيه في كاس العالم للانديه، ودي من الامور اللي احنا لمسناها مستر كولر في تحضيره وفي كلامه من اللاعبين، فدي نقطه مهمه جدا زميلي احمد. انت بتقعد سنين فعلا تدور على مدير فني يكون على قدر طموحاتك، انا باكد كلامك بالفعل. طيب كولر على قدر طموحاتك. خليني اخدك لنقطه ثانيه يا فاروق، برضو نقطه مهمه، ويمكن هو ملاحظه انه مستر كولر بعد المباراه على طول او بعد كل مباراه، يمكن كان قبل كده متعودين انه بعد كل مباراه ممكن يبقى في فتره راحه اذا كان في جاب او يعني فتره زمنيه تسمح براحه للاعبين قبل المباراه اللي بعدها. مستر كولر بيصمم بشكل كبير على انه ثاني يوم المباراه يكون في تمرين، ويمكن يعني اللي عرفته انه بيركز اكتر على اللعيبه اللي ما شاركتش. شغل النهارده او برنامج النهارده بالنسبه لفريق نادي الاهلي والمستر مارسيل كولر ايه؟ يعني خليني اقول لك زميل احمد ان هو كمان النهارده هيكون في مباراه وديه، يعني مستر كولر بيركز تماما خلال الفتره الماضيه انه يبقى في مباراه وديه للعيبه اللي ما شاركتش، الى جانب طبعا بتبقى مباراه مع قطاع الناشئين علشان نفس اللعيبه تبقى واخده الحمل التدريبي. يعني لو هقول لك البرنامج اليوم، هو في هذه الاثناء مستر كولر بيعقد محاضره مع اللاعبين، طبعا بيشكرهم على الاداء بالامس، وخلاص بيقفل صفحه مباراه سان جورج وبيركز على الفتره القادمه. يعني النهارده هتكون في مباراه وديه، طبعا في طبعا استشفاء او تمرين خفيف للعيبه اللي شاركت في اللقاء بالامس، ثم هيكون في مباراه وديه لمجموعه اللعيبه اللي ما لعبتش بالامس، الى جانب طبعا اللعيبه العائده من الاصابه، الى جانب مجموعه من لعيبه قطاع الناشئين. بيبقى عامل فرقتين، خليني بقول لك بيضغى عليها الطابع الرسمي، بيبقى في طاقم تحكيم. يعني انا عايز اقول لك ان مستر كولر بيديها طابع رسمي، بيبقى في طاقم تحكيم موجود في هذه المباراه، مستر كولر بيصور المباراه علشان يقف على كل النقاط الخاصه ببعض العناصر في قطاع الناشئين. وخليني اقول لك برضو زميلي احمد، من يعني من الامور اللي مستر كولر بيحضرها انه هيدي فرصه لبعض اللاعبين في المباراه القادمه امام سان جورج الاثيوبي. يعني من الممكن هتشوف كريم فؤاد من البدايه، تشوف اكرم توفيق، تشوف كريم الدبيس، تشوف بعض اللعيبه اللي ما كانتش بتشارك بصوره منتظمه، محمد مجدي قفشه تشوفه من البدايه. طبعا انت عارف ان النادي الاهلي هيستعيد في هذه المباراه خدمات رضا سليم، اللاعب اللي كان غاب عن مواجهه الامس هيكون موجود طبعا معاك في المباراه القادمه. طبعا انت بعد مباراه سان جورج هيبقى عندك لقاء انبي في مباراه كاس مصر والدور قبل النهائي، فمستر
اوليفر كولر بيفكر انه يدي راحه لبعض اللاعبين استعدادا طبعا لمباراه امبي. طبعا زميلي احمد يعني في الوقت اللي انا بكلمك فيه كان ايضا يعني كريم نيدفيد وعمرو السوليه، خليني اقول لك ان هم دخلوا المرحله الاخيره من البرنامج التاهيلي وبداوا الجري حول الملعب. حمود متولي خلاص هيبدا ياخد اجزاء من المران الجماعي طبعا تمهيدا لعودته. تقدر تقول يعني الامور التحضيرات اللي مستر كولر بيعملها، عوده اللعيبه المصابه، النظر لقطاع الناشئين، امور مستر كولر بينظر لحاجات كتير جدا على المدى القريب والمدى البعيد، ودي تقدر تقول فلسفه مستر كولر مع كل اللاعبين، تجهيز كل اللاعبين، ما عنديش بديل وعندي لعيب اساسي. هنتابع بالتاكيد يمكن ملامح تدريبه يوم الاربعاء فاروق هتوضح بشكل كبير جدا تفكيره مباراه السان جورج اللي يمكن تكون الفرصه الوحيده المتاحه للتجارب، لكن بعد كده هتروح على ام بي قبل نهائي كاس مصر، اعتقد عندنا ماتش الاسماعيلي قبل ما نروح طبعا للتوقف، وبعد كده بدايه بقى الافرو ليج، البدايه الحقيقيه لمشوار الاهلي الموسم ده على مستوى المنافسه والصعوبه طبعا. كل التوفيق، بشكر زميلنا فاروق صلاح، كل التوفيق لرجاله الاهلي. ماتش سان جورج اللي جاي يمكن زي ما بتفق مع فاروق انه يبقى فرصه لتجارب لاسماء يعني تاخد فرصه للمشاركه اكتر بما ان النتيجه بشكل كبير جدا محسومه، لكن من بعد كده امبي والاسماعيلي لو اتلعبوا طبعا في المواعيد اللي تم الاعلان عنها هيكونوا التجارب الحقيقيه والاعداد الحقيقي لماتشات الافرو ليج او السوبر ليج الافريقيه. فاصل ونرجع لحضراتكم. واحدة من الصفقات اللي تقدر تقول دخلت في المنظومة بسرعة والجمهور النادي الأهلي كان مستني منها كتير، وخليني أقول إن الظهور رغم إنه قصير ومش كافي بالتأكيد إنك أنت تقيم الإضافة اللي ممكن يمثلها رضا سليم، لكنه يبقى الحقيقة واحد من اللعيبة اللي بتراهن عليها جماهير النادي الأهلي بشكل كبير. هيكون معانا فرناندو دا كروز المدير الفني السابق لفريق الجيش الملكي المغربي معانا في السادسة من خلال طبعا تقنية الفيديو كونفرنس. أشكرك في البداية على مشاركتك معانا وأهلا وسهلا بيك على شاشة النادي الأهلي. شكرا لكم لدعوتي. يعني في البداية عايز أعرف رأيك في قصة انتقال نجم المغربي ونجم الجيش الملكي السابق رضا سليم للنادي الأهلي، وإزاي بتشوف الصفقة دي وحجم أو مدى إضافتها لسكواد الأهلي في الموسم الحالي؟ أعتقد أن انتقال رضا سليم للنادي الأهلي هو شيء جيد للجميع. هو لاعب في آخر 3 أو 4 أعوام وحصل على الألقاب، والآن يذهب إلى فريق كبير أو الفريق الأكبر النادي الأهلي، وأعتقد أنه شيء كبير له على مستوى التحسن القروي، وأعتقد أنه سيحصل على العديد من الألقاب طبعا مع الأهلي، وسيساعده هذا على التأقلم والتقدم دائما. يعني من وجهة نظرك كمدير فني سابق طبعا للجيش الملكي، رؤيتك لإمكانيات رضا سليم إيه، هي أهم مهاراته وأهم إمكانياته اللي بيتمتع بيها، ومن وجهة نظرك برضو أفضل توظيف لرضا سليم في الملعب ممكن يكون إزاي؟ أعتقد أن رضا لديه العديد من المهارات والكبيرة، هو اللاعب يحب اللعب، هو يحب التمرين طوال الوقت، هو لا يريد أبدا التوقف عن التدريب واللعب المباريات، وهذا شيء مهم، وأول شيء مهم بالنسبة لي في اللاعب وفي رضا سليم بالأخص. الشيء الثاني في إمكانيات رضا، أعتقد أن يفضل أن رضا يفضل أن يلعب على الأطراف، لأنه يكون بأريحية أفضل للعب على الأطراف بسبب مهاراته وسرعاته. هو أيضا لاعب قادر على المراوغة بشكل جيد جدا والاختراق من الأطراف، وأعتقد أن القليل من اللاعبين الذين يمتلكون هذه المهارات مثل رضا. في الأهلي طبعا الجيش الملكي فريق كبير وليه تاريخ طويل، وهو بطل البطوله المغربيه او بطل النسخه الاخيره من البطوله المغربيه في الموسم الاخير، لكن في الاهلي القصه تختلف عن اي فريق تاني على مستوى قاره افريقيا. انت تاتي الاهلي لتتعرض لضغوط على مستوى الجماهيريه والشعبيه، ضغوط على مستوى المنافسه، ضغوط على مستوى عدد المباريات وعدد البطولات اللي بتاخدها، واللي من المفترض انك انت بتدخل كل واحده منهم على سبيل المنافسة أو بهدف المنافسة على اللقب ده. إزاي تتوقع أنه رضا سليم في أول موسم يقدر يندمج داخل المنظومة دي،
وايه ممكن يكون مساحه التطوير اللي انت تنتظر انها تحصل مع النادي الاهلي بالنسبه لرضا سليم؟ انا اعتقد يوجد شيئين من وجهه نظري. الاولى هو رضا، يجب ان رضا ان يكون دائما يكون ايجابي، ويجب ان يثق في امكانياته، ويجب ان الفريق يعطيه الثقه، لان بالنسبه لرضا عندما يعطي المدرب الثقه لرضا ترى ان رضا يعطي كل شيء في الملعب، فهو لاعب يهم له بالنسبه له هي اعطاء الثقه. اول ماتش لعبه معي لعبنا ضد الوداد وماتش العوده، وكان ماتش صعب وكان لديه الضغوط، ماتش صعب جدا من الجمهور، وكان يوجد ضغط علينا، والماتش وايضا لعب في مواجهه بيراميدز في بطوله الكونفدراليه، ولكن هو يحب الضغط، هو لاعب يحب اللعب تحت ضغط، هو قادر دائما على لعب تحت ضغط، ولكن هو دائما محتاج الى ان تعطيها الثقه من زملائه في الملعب ومن مدربه. اعطاء الثقه سيجعله قادر على اعطاء للفريق ما لا يتوقعه منه الفريق، سيكون في افضل حالات، ستاخذ النسخه الافضل من رضا سليم اذا اعطيته الثقه، وهو قادر بامكانياته وبمهاراته على اعطاء الكثير، هو يحب التعامل معه بشكل فيه ثقه. بعيدا عن الامكانيات البدنيه، بعيدا عن جزئيه الملعب، رضا سليم خارج الملعب، اتكلم هنا على مستوى العقليه اللي بقت جزء اساسي او جزء رئيسي في نجاح اي مشوار احترافي لاي لاعب على مستوى الكوكب كله، وبتكلم كمان على الناحيه التعامل النفسي والمعنوي، بنتكلم طبعا على تجربه احترافيه قد تكون الامور اسهل وهو نجاح تالق داخل المغرب، لكن خروج بره الحدود ممكن تكون الدنيا الى حد كبير مختلفه. خلال فتره يعني التعامل مع رضا سليم، ازاي كنت بتشوف عقليته في التعامل مع المشكلات قبل الظروف الطبيعيه؟ ازاي كنت بتشوف عقليته في التعامل مع فكره توجيه النصائح او الرغبه في تغيير شيء او الرغبه في العمل على انك انت تطور جزئيه معينه؟ ازاي بتقيم عقليه رضا سليم الاحترافيه؟ والجزء الثاني الناحيه المعنويه والنفسيه، لو جينا حللنا شخصيه رضا سليم، الناحيه الافضل اللي ممكن من خلالها انك انت تخرج منه افضل ما عنده. رضا الاول، هو رضا هو لاعب دائما يبتسم، هو دائما يبتسم ودائما سعيد، يحب كما قلت من قبل، هو دائما يحب التمرين، يحب، لا اعتقد ان هذا شيء مهم جدا، انا ارى ان هذه مهاره وهذا شيء لا يتواجد في جميع اللاعبين، انه دائما يريد التمرن، يريد اللعب، واعتقد اذا كنت تريد ان رضا يكون في افضل مستوياته على يجب دائما أن إعطاؤه التوعية وأن تقول له النصائح، وهو دائما ما يتقبلها. هو لاعب يفاجئ دائما، هو نوعية لاعب مثل رضا سليم، هو ما عندما تعطيه النصائح هو يركز بشكل قوي جدا ويسمعك بطريقة كلها اهتمام، ويؤدي هذا على مستوى الملعب. هو دائما يقول أنه يحتاج للعب، يحتاج للمشاركة. هو من وجهة نظري هو لاعب خطير جدا، ومن الصعب جدا إيقافه، ولهذا أعتقد أنه هو ليس لاعب فقط الذي سيعطيك على مستوى الملعب، ولكن سيعطي أيضا لفريقه الإضافة. رحلتم يعني عن الجيش الملكي، انت رحلت طبعا كمدير فني سابق للجيش الملكي، وهو رحل من او انتقل يعني من الجيش الملكي الاهلي، هل ما زلتم على تواصل؟ هل في مساحه من التواصل بينكم وبعض، ولا الصلات انقطعت يعني؟ نعم، من وقت لوقت نتكلم، نبعث لبعض الرسائل،
ولكن المشكلة في رضا أنه يغير رقم تليفونه كثيرا، وهي دائما مشكلة عند رضا. ولكن صراحة نحن نبعث لبعض الرسائل من وقت لوقت، من أسبوعين مثلا أرسلنا لبعض الرسائل. وإذا تعرفون رضا هو لاعب مهم جدا بالنسبة لي كلاعب، هو أحرز الكثير من الأهداف، صنع العديد من الأهداف، ولهذا أنا أحبه بشكل شخصي وأنا أحبه على المستوى الشخصي، هو شخص رائع. سنه يعتبر إلى حد كبير صغير، هل بتشوف أنه كواليتي رضا سليم تصلح طبعا بعد تطور مستواه ونضجه وزيادة حجم خبراته مع الأهلي ومشاركته في كأس العالم؟ أعتقد هتكون ويندو أو يعني نافذة كتير من نوادي أوروبا، وأنا عارف طبعا أنه في المغرب ما فيش مشكلة اللغة. هل بتشوف أنه رضا سليم ككواليتي ممكن يكون ليه مستقبل في الملاعب الأوروبية؟ سأقول لك، بالنسبة لي أنا كان لدي الحظ أن أمرن في فرنسا وفي بلجيكا. عندما كنت في النادي ليل، هو كان لدي لاعب برازيلي يلعب في نادي ليل، رضا لديه نفس الإمكانيات بالضبط. كنت أرى أن اللاعب البرازيلي الذي امتلكته في الفريق ليل، كان رضا سليم كان لديه نفس الإمكانيات وكان لديه القدرة على اللعب هناك. وأنا من وجهة نظري أن رضا يجب عليه أن يمر بخطوات ليتطور، وأعتقد أن الأهلي هو أفضل طريق وأفضل خطوة له كي يتطور ويستطيع القدرة أن يكون قادر على اللعب في أوروبا. إذا أراد اللعب في أوروبا فهو اختار الطريق السليم عندما ذهب للأهلي، لأن اللعب في أوروبا يتطلب منك الحصول على ألقاب كبيرة وألقاب صعبة للعب في أوروبا واكتساب الخبرات، وأعتقد أن هذا بالفعل ما سيعطيه له الأهلي، ومن ثم يستطيع أن يلعب في الدوري الفرنسي أو في أوروبا، حتى في الدرجة الثانية أو حتى في الدرجة الأولى، فهو قادر على اللعب في أوروبا. فرناندو داكروز المدير الفني السابق للجيش الملكي، بشكرك شكرا جزيلا على المشاركة معنا، ونتمنى النجاح الحقيقة. جماهير النادي الأهلي كلها تتمنى الحقيقة النجاح لرضا سليم من أول ظهور لي. أعتقد أنه يعني الغالبية الكاسحة من النادي الأهلي راضية بشكل كبير أو شايفة بشكل كبير أنه رضا سليم ممكن يكون إضافة كبيرة جدا لسكواد النادي الأهلي، وإن شاء الله يكون قد المسؤولية. طيب خلينا الحقيقة، أنا عايز أقف، يعني كنت يعني عايز أقف لأنه أنا لما سمعت الكلام ده أصبت بصدمة، رغم أنه إحنا تعودنا على حالة الانفلات، يعني إنجاز التعبير، أنه كل من هب ودب بيقول أي حاجة وبيتكلم زي ما هو عايز وبيقول في اوقات كتير جدا مغالطات هو شخصيا يعرف تماما انها بعيده كل البعد عن الحقيقه، وبيقول في اوقات كتير جدا اكاذيب عشان يبعد عن نفسه الشبهه او المسؤوليه او يحاول ان هو يضلل الراي العام. لكن كل ده بيحصل عندنا هنا منا وفينا زي ما بنقول كده، فما بنتكلمش. والحقيقه برضو انه احنا يعني طريقتنا او اسلوبنا في التناول الاعلامي لده مقدرين تماما حجم المسؤوليه اللي بتقع ومرتبطة باسم وكيان وشعار نادي الأهلي، ومقدرين أيضا أن إحنا لو التفتنا للمهاترات دي هنضيع وقت كبير جدا جدا يلهينا ويشتتنا عن أن إحنا نقوم بمهمتنا الأساسية، وهي دعم النادي الأهلي في سبيل أنه يحقق كل أهدافه. ولكن اللي حصل ده كان خارج حدود العقل والمنطق، لأنه الإساءة فيه أعتقد إن إحنا لازم نتفق إنها ما كانتش بتمس النادي الأهلي بس، الإساءة فيها أعتقد إنها لمنظومة الكرة المصرية، وبشكل من الأشكال أنا أحطها لإسم مصر. أنا حابب حضراتكم تشوفوا الكلام اللي قاله الكابتن ميدو. هو مفترض إن هو إعلامي، يعني مدرك تماما وواعي تماما، مدرك تماما وواعي تماما، ويتحمل تماما مسؤولية كل كلمة بتصدر عنه. مهم جدا نفهم الكلام ده اتقال ليه، ومهم جدا نشوف الكلام ده اتقال فين ونرجع نتكلم. نسمع مع حضراتكم. هما لازم بس ياخدوا بالهم الاتحاد ان هما واقعين في سكه الاهلي المصري. هيتلاقي كميه اصابات الفتره الجايه غير طبيعيه. والله العظيم اي حد بيلعب الاهلي تلاقي، بص
صليبي مش عارف مين اتوقف المدرب مش عارف حصل ايه. والله انا بقول لك عن خبره الاتحاد الفتره اللي جايه لازم يقروا قران ويخلوا بالهم كويس جدا، يخلوا بالهم من اللعيبه، لانه والله العظيم اي فرقه بتروح للاهلي المصري بص تلاقي احنا في نهائي افريقيا 2020 اتنين لعيبه اهم لعيبه في الفرقه الونش وعبد الله جمعه الباك ليفت الاثنين بوزيتيف كورونا، وقبليها مش عارف مين خلفيه والتاني كذا، خلوا بالكم انا بقول لكم بحذركم. عندي اكثر من لاعب امام الاهلي المصري محمد نور. يعني مش فاهم طبعا، لانه في ناس قالت لك ده بيهزر، يعني اعتقد انه الكلام حتى وان كان هزار فيجب انه يحاسب عليه. الكلام ده اتقال على شاشه سعوديه في وجود ضيوف ومذيعين سعوديين على نادي مصري اللي المفترض انه حتى وان كان نادي منافس، يعني مفترض تماما انه حتى لو كان نادي في بينك وبينه منافسه، اعتقد ان ميدو هنا الزملكاوي هو اللي بيتكلم، يعني مش ميدو المحلل المصري اللي بيتم استضافته او اللاعب اللي كان عالمي بيلعب في يوم من الايام في انديه كبيره اللي تم استضافته، واضح ان هو بيتكلم بلسان حال الزملكاوي. لسان حال الزملكاوي دي ركز فيها كويس جدا. ويبدو انه اللي فهمته من الكلام انه محاوله للتشكيك في قدرات النادي الاهلي، او محاوله للتقليل من نجاحات النادي الاهلي، بما انه اتكلم على لقاء الاهلي واتحاد جده المحتمل، فهو بيشوف انه الاهلي بيحقق بطولاته بالاعمال وبالسحر وبالشعوذه وبالدجل، ده اللي انا فهمته من الكلام. على الرغم ان هو اول واحد يعلم تمام العلم، طبعا المثل اللي هو قاله ده مثل يعني اتفه من ان انا ارد عليه، وان كان الحقيقه يمكن في نفس التوقيت اللي هو بيتكلم عن غياب مش عارف مين ومين في مباراه نهائي القرن، كان غايب عندنا اليو ديانج، وكان غايب من عندنا وليد سليمان، واليو ديانج كان بنص فرقه الزمالك في الوقت ده ان لم يكن بثلاث ارباعها يعني. لكن في جميع الاحوال مش دي القصه، القصه انك انت طالع تتكلم في وسائل اعلام مش مصريه عن نادي مصري بالشكل ده. ما اعرفش او ما اعتقدش باي شكل من الاشكال انك انت تملك دليل واحد، قرينه واحده تثبت بيها قدام الناس كلها صحه ادعائك اللي انت ادعيته على النادي الاهلي، وما فهمش وما قبلش. والحقيقه انا شخصيا مش ممكن اتحط في موقفك واحط انتمائي مهما كان حبي وعشقي وولائي للنادي الاهلي قبل انتمائي للدوله المصريه وللشعب المصري. اللي انت عملته ده مش اهانه للنادي الاهلي بشكل من الاشكال بقد ما هو اهانه لمنظومه الكره في مصر. الكره في مصر والنادي الاهلي واللي يعلم الحقيقه الاشقاء في السعوديه اعلاميين ومحللين زي بالظبط الاشقاء في تونس والاشقاء في الجزائر والاشقاء في المغرب حجم ومكانه النادي الاهلي، وانه يعرف ان النادي الاهلي هو كبير العرب وافريقيا. الكلام ده احنا بنسمعه من قامات كبيره جدا، فلما يجي واحد مصري زيك ويحاول يقلل من قيمه النادي الاهلي او يشكك في بطولاته وانجازاته، اعتقد انه ده لا يصح. بس بما انه احنا في زمن كل واحد بيقول اللي هو عايزه ومحدش فيه بيتحاسب، فمش عارف الحقيقه اقول ايه. بس في نفس الوقت خلينا بقى اسمع ميدو اللي حضراتكم شفتوه ده، ميدو الزملكاوي. تعالوا نشوف ميدو الزملكاوي لما بيكلم ميدو اللي مش زملكاوي بيقول ايه. نسمع مع حضراتكم. ان انا بقول كده على بيتي كان شغال بالشيوخ، وان كان في شيخ بيتواجد مع نادي الزمالك في كل المباريات وبيركب معاهم الاتوبيس وبيحضر معاهم المباريات، والصور موجوده معايا، وكان بيتقاضى 7000 جنيه في المباراه. شيخ متواجد بيعمل سحر وشعوذه، وباكد لك مره ثانيه ان الصور معايا. كل حاجه وعكسها عند ميدو، كل حاجه وعكسها، والكلام ده منه كتير جدا جدا. لكن اللي خلاني اقف مع القصه ما كانتش ابدا النادي الاهلي، لانه تقليله من امكانيات النادي الاهلي ومن انجازات النادي الاهلي ده منهج دائم عند ميدو وعند كتير غيره، لكن ده لا بيأثر ولا بيعطل. لكن كان يهمني جدا اشوف قال الكلام ده فين، والكلام اللي اتسمع ده اتقال على منصه اعلاميه في النهايه طبعا اشقاء لكنها غير مصريه، فبالتالي كان شيء صعب جدا وغير مقبول على الاطلاق. فاصل ونرجع لحضراتكم. فوز مطمئن، مريح، مطلوب، طبيعي، متوقع، سميه زي ما تسميه. لكن الحقيقه انا ببص الماتشات الاهلي في الوقت الحالي مش بس يعني فكره المكسب، ومش بس فكره انك انت تضمن التاهل لدور المجموعات، لانه ده الطبيعي وده المنطقي الحقيقه، في فوارق امكانيات كبيره جدا. لكن انا عيني اكتر كمان على بدايه الموسم، اكتر على المحطات اللي الاهلي بعدها هيبدا في الدخول في، من وجهة نظري دول أصعب بطولتين أو أصعب لقبين الأهلي هينافس عليهم السنة دي.
ودول تحديدا يبدا فيهم المشوار بعد الاربع ماتشات اللي احنا هنلعبهم او الثلاث ماتشات اللي فاضلين، بما الماتش الرابع كان امبارح، عندك ماتش سان جورج، عندك ماتش العوده سان جورج، عندك ام بي قبل نهائي كاس مصر، وعندك ماتش الاسماعيلي في الدوري. دول المحك او التجارب الحقيقيه اللي من خلالها مفترض انك انت توصل لاعلى مستوياتك عشان تبدا المنافسه على الافرو ليج او دوري السوبر الافريقي، ومن بعده على طول المنافسه الاصعب والاقوى وهي بطوله كاس العالم. فبالتالي اربع محطات دول تقييمنا فيهم مش مرتبط بس بالنتيجه، لكن كمان مرتبط بمستوى الاداء والشغل اللي بيعمله مستر مارسيل كولر مع الفريق في المباريات دي. وهبدا مع ضيفي النهارده حماده الشناوي محلل الكره العالميه اللي بيشرفني في السادسه، كلام ورؤيه لمباراه امبارح تحديدا، ونحاول نشوف ايه اللي قدمه الاهلي بشكل جديد. حماده مساء الخير واهلا وسهلا بيك. مساء الخير يا احمد، وطبعا كالعاده ان انا مبسوط ان انا موجود معاك النهارده، بتبسط دايما منور الدنيا منور الدنيا. طيب يعني خليني اخد منك تقييم عام امبارح اجمالا، يعني انت عارف ان الجماهير كل ماتش بتقعد قدام الشاشه مستنيه الاهلي، بتبقى مستنيه يعني بيك شو، يعني شو كبير، لكن انا قلت حتى في اول حلقه مش كل ماتشات الاهلي الموسم ده هننتظر فيها النتيجه مع المتعه في الاداء، وارد جدا يبقى في مباريات لعب فيها تجاري تحقق الغرض بقى بابسط مجهود ممكن عشان تقدر تتعامل مع موسم، وده بالتاكيد في دماغ مستر مارسيل كولر، لكن اجمالا كده تقييم عام لاداء الاهلي امبارح. هو تقييم عام لماتش امبارح، هو الماتش كان كويس، كان في المتناول، خلينا برضو نتكلم بمنتهى الشفافيه والامانه، يعني هي الفريق مش هو الفريق القوي اللي يخلي الاهلي مثلا يتخض او يخاف، لكن هو الماتش كان في المتناول، كان ماتش سهل جدا. يعني التقييم العام هي مباراه ممكن تبقى رسميه وديه، رسميه وديه، رسميه حاجه كده بالظبط، يعني هو رسميه وديه، والاهلي امبارح كان شكله فيها كويس جدا وكان بيعمل كل حاجه في الكوره، ولكن كان بيجي لحد منطقه معينه وكان ما كانش فيه تركيز. يعني الاهلي كان بيصنع فرص كتير جدا امبارح، صنع فرص ما لهاش عدد وضاعت، يعني لسوء توفيق سميها، عدم تركيز سميها، حاجات كتير بتظهر او كانت ظهرت في الماتش بتاع امبارح، يمكن هنستعرض بيها بالحالات بعد كده. الحاجة التانية زي ما انت قلت كده يا احمد، فكرة الاداء عموما او مش انا مستني النتيجة من ماتش زي سان جورج، النتيجة هي مضمونة، ولكن في حاجة اهم بكتير من النتيجة في الماتشات اللي زي دي والماتش اللي جاي كمان، هو الشكل العام بتاع الفرقة والى اي مدى بيتطور. الاهلي بدأ الموسم او بدأ الماتش بالسوبر الاداء ما كانش افضل حاجة، ماتش المصري الاداء كان كويس، لا بس الفرقة برضو محتاجة ان هي تلعب ماتشات كتير بطابع رسمي مظبوط. وكمان التلاتة بتوع نص الملعب إمام وديانج ومروان عطية أكتر ناس أو أكتر تلاتة موجودين في الفرقة أو أكتر مركز عموما محتاجين يلعبوا مع بعض ماتشات كتير عشان بلغة الكرة كده يفهموا بعض، يفهموا بعض، يتجانسوا مع بعض، لأن كانت حصلت مشكلة أو مشكلة فنية في ماتش السوبر، هو أن التلاتة ما كانوش فاهمين بعض، فكان دايما في جاب كبيره قوي ما بين خط النص وخط الظهر، كان ممكن نتعرض لمشاكل كتير ونستقبل اهداف، بخلاف ان احنا طبعا خسرنا الماتش، بس كان بسبب عدم التجانس اللي موجود ما بين ديانج وامام ومروان عطيه. ويمكن برضه شايف ان الثلاثه دول هيكونوا الثلاثه الاساسيين في الموسم ده، يعني طبعا ما فيش شك انه الخط النص الاهلي عامر بالاسماء وبالنجوم، ما تقدرش تنكر انه قفشه، وقفشه بالذات انا يعني الحقيقه كره الاهلي لما قفشه بيبقى في الملعب بتبقى الى حد ما فيها حته المتعه، فيها حته التيكي تاك، وجود مجدي ونزوله نص الملعب وتحركاته، وواحد من اذكى اللعيبه اللي بتعرف تتحرك دايما للزميل عشان لزميله يقرب عشان يخلق مساحه للاستلام، بحس انه قفشه السوليه بخبراته الكبيره جدا اكيد هيكون ليه دور كبير. ندفد ان شاء الله بعد العوده من الاصابه ورقه مهمه جدا 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 في خط نص النادي الاهلي، لكن هل بتشوف انه الثلاثي كوكا طبعا صاعد واعد، يعني مش عايز اقلل او انسى حد، لكن هل شايف انه رهان كولر السنه دي بشكل اساسي هيكون امام ديانج مروان عطيه؟ انا اعتقد ان ده اللي هيمشي طول الموسم، او هم دول انسب ثلاثه واكثر ثلاثه هيلعبوا مع بعض خاصه في الماتشات الرسميه، واكثر ثلاثه هيبداوا مع بعض، وده لاسباب طبعا واضحه للجميع، اولا القوه الفنيه، العامل البدني، صغر السن، القيمه الفنيه اللي بيمتلكها، الفكرة التوازن ما بين الهجوم والدفاع، لما تتكلم على امام عاشور قوه فنيه هجوميه مرعبه، ومع ذلك خليني اسالك ان انا العب كده لعبه تباديل وتوافيق، هو الاهلي ما يلعبش في بعض الماتشات مثلا يعني قدرات الاهلي الهجوميه والدفاعيه ما تسمحش الاهلي مثلا انه يلعب ديانج وقصاده امام وقفشه؟ يعني مش كل ماتشات الاهلي يلعبها
على نفس المستوى القوة أو المنافس اللي هيكون بيواجهك على نفس المستوى. ماتش زي امبارح ده ما نشوفش مثلا ممكن قفشة على حساب مروان أو قفشة على حساب ديانج مثلا. هو ماتش امبارح زي ما بدأت هو كان ماتش مش باصص للنتيجة ولا باصص للماتش نفسه على قد ما باصص للشكل العام اللي هيكمل مع الأهلي طول السيزون. يعني هو الفكره كلها من ان هو يبدا بالثلاثه لان فعلا الثلاثه اللي هم اللي هيكملوا معاه بقيه السيزون فهم محتاجين يلعبوا ماتشات عشان يتجانسوا. مش ان انا مثلا بجرب، لا هو مش بيجرب، هو هيثبت الثلاثه دول عشان يتجانسوا مع بعض. انما الفكره اللي انت بتقول عليها ان هو ممكن يلعب بديانج ويخلي مثلا اثنين بطابع هجومي جدا مع قدرات او مع متطلبات دفاعيه 4-1-4-1 صريحه، والراجل كان بيطبقها السنه اللي فاتت وكان دايما بينزل ديانج وكان بيخلي قفشه وحمدي فتحي يخش يكمل كمهاجم تاني، كان بيعملها على طول السنه اللي فاتت واعتقد السنه دي برده هتكمل. وهي مش خطه فيها تطرف لان مارسيل كولر هو الكل بيدافع او الكل بيهاجم مع كل واحد اللي بيبقى ليه مهام معينه. يعني خد بالك حماده، انت بتتكلم على فريق واحد شخصيته، اثنين قدراته هجوميه اكثر منها دفاعيه. يعني انت لما تيجي تبص للفريق السكواد الاهلي وتشوف التقل الاكبر فين هتلاقيه في النواحي الهجوميه. لما تعدد الاوراق الهجوميه اللي عندك في مقابل الاوراق الدفاعيه هتلاقي انه التقل كله جاي في الجزء الهجومي. طيب لما تيجي تتكلم على شخصيه الاهلي طول عمره باستثناء بس مرحله بيتشو موسيماني كان بيكسب وكان بيجيب القاب وبطولات، لكن ما كانتش طريقه او شخصيه النادي الاهلي. بتيجي تتكلم على جمهور عايز يشوف الاهلي بيهاجم 90 دقيقه كسبان 3-4 ومكمل هجوم وعايز يجيب الخمسه والست. طيب هو بص، يعني احنا ممكن نستعرض حالات محمد هاني لانها خاصه بالجزئيه اللي انت بتتكلم فيها على فكره التطرف الهجومي. تمام. الفكره ان الثمانيات بتاعتي دايما بتكمل بتزيد بتساهم في الهجوم كانه بالظبط كانه جناح. حالات محمد هاني ونرجع بماتش السوبر هبدا بيها، يعني ممكن نوقف الحالات بس هتكلم على ماتش السوبر. كان في نوع من انواع التطرف اللي انت بتقول عليه، الفرقه كلها بتهاجم. قبل ما نكمل حالات بس حماده هيرجع لنا لا انا هتكلم على حاجه في ماتش السوبر، ان زي ما قلت لك في بدايه الحلقه كان في جاب كبيره ما بين خط النص وخط الدفاع. ده كان بسببها ان اليو ديانج وكان امام عاشور دايما مكملين. ديانج كان دايما بيخش يكمل في ال 18 وامام بدور اللاعب الحريف الموجود في نص الملعب فكان دايما بيستحوذ على الكوره، فكنت بتبقى محتاج حد يكفر. فمروان عطيه احيانا كانت بتاخده الهجمه وسياق الهجمه يخليه يكمل يخش مع اللعيبه، فبالتالي خط النص بتاعك بيبقى فاضي. فكان الحل بيبقى ايه؟ الحل ان دايما الباك العكسي الهجمه يخش الملعب كانه ارتكاز. ده حل مشاكل كتير وكان سبب ان الاهلي يسجل وكان يصنع فرص في الماتش ده وماتش المصري. يعني هنبدا بالحالات واوضح لك ازاي محمد هاني بيتمركز واوضح لك تمركزات اللعيبه. خش بينا على الحالات بتاع محمد هاني. ده الشكل بتاع النادي الاهلي، تشوف هاني واقف فين، حسين الشحات ضمهم لجوه، امام عاشور في قلب الملعب، علي معلول عامل استريتش للملعب، فالاهلي عامل استريتش. محمد هاني ساب مكانه كوينج وبدا يخش لنص الملعب بمجرد ما الكره راحت عند طرف ال 18 من هناك. تخش على الحاله اللي بعدها، كمل محمد هاني. بص لاحظ ان هو بيرجع مش بيتقدم. ليه بقى؟ لان الكره متطرفه في الناحيه اللي هناك، فهو بيعمل نوع من انواع الكفر الدفاعي. كمل بالحاله، كمل بالصور، ثابت مكانه، هو مش بيتحرك، هو لازم يكون واقف في الحته دي عشان هو مروان جنبه يكون عاملين امان دفاعي وحاجه اسمها الرقابه الوقائيه. بمعنى وانا بهاجم انا بعمل نوع من انواع التوازن الدفاعي عشان ما اتضربش بالهجمات المرتده. لان طبعا اي فريق بيتطرف هجوميا بالشكل ده بيتعرض لمشاكل فنيه خاصه بالتحولات. دي اكتر لقطه بتوضح قد ايه ان الفكره دي منعت من النادي الاهلي مشكله كبيره. واحده من كانت مميزات كولر السنه اللي فاتت قدرته على المناوره اللي بتلخبط شويه وبتربك شويه حسابات الفريق المنافس دفاعيا. فكره اللعيبه اللي تبقى طايره في النادي الاهلي سواء الجناح اليمين او الجناح الشمال او راس الحربه، ازاي ممكن يتحركوا يعملوا خداع استراتيجي يقدروا ينزلوا او يتكتلوا في جبهه واحده فيخلقوا مساحات للقادمون من الخلف فيزيد الباكات او يزيد حد من نص الملعب يقدر يجد المساحه او الكوره. ده خلي بالك هيبان في الحالات بتاع امام واليو ديانج في ماتش المباراه، في ماتش امبارح ظهر كويس قوي. بس ممكن ترجع بس لحظه محمد هاني كان بيرفع العرضيه يعني بالظبط. محمد هاني هنا باك رايت عادي جدا طبيعي. تمام. جدا بيعمل عرضيه مكمل معانا هيحصل كيرير، المدافع هيطلع الكوره هيشتت. بص بقى مين اللي واقف هنا. ده مروان عطيه راح يضغط عشان ياخد الكوره الثانيه ولكن هيتضرب بباصه. بص محمد هاني راجع برده مكانه عشان يرجع يقف في الحته اللي احنا متفقين عليها ان هو يكفر
الكفر اللي بيغطي اللي هو مروان عطيه. كمل بالحاله، كمل بالحاله اللي بعدها، نروح للحاله اللي بعدها بالظبط. هتلاقي محمد هاني قطع الكوره بانترسبشن عظيم، سلمها لرامو ربيعه، ولكن الموقف هنا الفكره كلها ان محمد هاني منع هجمه مرتده من نص ملعب المنافس لنص الملعب بتاعنا 2 على 2. يعني لولا محمد هاني عمل التاكل ده او الانترسبشن ده وسلمها لرامي ربيعه، كان المهاجم اللي عليه اللايت الاصفر ده كان هيروح في موقف 2 على 2 على محمد عبد المنعم ورامي ربيعه. طبعا دي كانت هتبقى مشكله. رامي ربيعه كمل بالكوره وراح وعمل عرضيه، ولكن راحت على المرمى كانت هتبقى شكل خطوره. اللي كانت مرفوعه بس ضلت طريقها للمرمى، ده حقيقه. وكانت يعني رايحه على الجون، يعني لو هي قلشت منه شويه كانت دخلت الجون بالظبط. تعال بقى الماتش المصري، شوف الفكره هي ناجحه دفاعيا ومنعت من عن الاهلي فرص كتير، برضه شفت اللقطه دي، وهجوميا فرقت مع النادي الاهلي فكره ان محمد هاني يكون موجود في قلب الملعب عشان يكون لينك ما بين بس الدور ده هاني بس، ما بشوفش معلول يعني بيتحرك في الحته دي كده. التوظيف ده لهاني بس، لان هاني مش مطالب بتطرف هجومي اكتر من معلول، من علي معلول، لان معلول يعني انت مدي مساحه لعلي معلول يزيد شويه ومش مطالب منه او مقلل له الادوار الدفاعيه ومتقل الحته دي او مدي الدور ده لمحمد هاني. ده حقيقي، ده البالانس ده لازم يحصل في اي فرقه. مفيش فرقه في العالم بتهاجم بنفس القوه من الطرفين، ده في الكوره عدم توازن. سيتي بيعمل كده بس ده استثناء في الكوره يعني. فهنا الكوره يعني لو نرجع بالصوره تشوف تمركز محمد هاني، خد الكوره من نص الملعب عشان يعمل كفر، فجات له الكوره سلمها لبيرسي تاو، فقدر ان هو يعمل اسيست في الماتش المصري. فالفكره دي منعت اولا هجمات مرتده كتير على النادي الاهلي في ماتش امبارح، كمان ساهمت مع الاهلي في اسيست في ماتش المصري. فاذا مارسيل كولر حتى في خلال الثلاث ماتشات دول عد الفكره كانت موجوده او مشكله، فهنا التطور مع الفرقه بيجي واحده واحده، ومن خلال ثلاث ماتشات مشكله كانت موجوده قدر مارسيل كولر يتحل المشكله دي. تمام. طيب الحاجات اللي فكت طلاسم المباراه امبارح او اللمحات اللي شفتها من مارسيل كولر امبارح في مباراه سان جورج، تقول انه زي ما اتفقنا انها محطه في محطات انه كيرف بتاع الاهلي طالع او ان كره الاهلي بتتحسن مع بدايه الموسم. ما عندناش شك في مارسيل كولر وما عندناش شك في السكواد، لكن خلينا نتكلم بمنتهى الصراحه، حتى رغم الماتش الكبير اللي لعبناه على المصري ومكسب عريض 4-0، امبارح بتفوز برضو بنتيجه الى حد كبير جدا طبيعيه ومتوقعه 3-0، لكن ما تقدرش تقول انه كيرف الاهلي وصل للمستوى اللي فنش بيه الاهلي الموسم اللي فات. لا، هو الاهلي لسه، وده طبيعي ومنطقي، انا ده طبيعي ومنطقي، بس اكيد في شغل بيحصل تقول انه لا الفرقه ماتش عن ماتش في فرق او الكيرف بتاعنا يعني طالع لفوق. لا، هو الاهلي فعلا لسه ما جابش البيك فورم بتاعه، يعني البيك عموما كفرقه لسه ما جابهاش، وده طبيعي يعني. حتى واحنا تلعب ثلاث ماتشات بس حتى الان ولسه في بدايه سيزون. طيب، لعيبه لسه راجعه. خليني في الجزئيه دي عشان برضو هيكون معانا فيها حالات، بس هتسمح لي عشان نخش في تفاصيلها ونتكلم فيها اكتر. خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا. طبعا ده يعني زي اللي متابعنا من اول الحلقه عارف ان النهارده مستر كولر قرر ان يبقى فيه زي تراي ماتش كده، فدي لقطات من ده طبعا على الهواء مباشره من داخل النادي الاهلي من ملعب مختار التتش. ده حسين الشحات، ده ابنه تايم في الملعب معاه. حسين امبارح الحقيقه قدم جيم كبير جدا، يعني استمرارا الحقيقه للموسم الرائع اللي فنش بيه مع الاهلي السنه اللي فاتت. اعتقد ان حسين امبارح هدف الاول عالمي، يعني من اهداف حسين، في هدف لحسين كده لا تنسى، لعيب كبير ما فيش شك الحقيقه. نتمنى ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمه السنه دي ويحافظ على مستواه، والاهم من المستوى الثبات فيه، وهو قدها ان شاء الله. مودست شفناه من شويه، زعلوك من شويه، لعيبه الاهلي كلها اللي ما لعبتش او ما خدتش ماتش امبارح هتشارك في مباراه النهارده ان شاء الله استعدادا لمباراه سان جورج اللي هتتلعب يوم الجمعه اللي جاي. كنت بكلم مع حماده قبل الفصل في النقاط اللي هو شافها في ماتش امبارح تحديدا سان جورج، او يعني ابتداء من بدايه الموسم وصولا لمحطه سان جورج امبارح، فيها معالم شغل كولر مع الاهلي
السنه دي، ايه اللي هو ثابت عليه من السنه اللي فاتت، ايه اللي اتغير السنه دي. هوصل معاه لنقطه، او كن يعني قبل الفصل على طول كنا بنتكلم في معالم التطور ده، ويمكن انت وقفت معايا او اتكلمت معايا في حالات الضغط، واحده من الحاجات اللي شفتها واضحه جدا في ماتش امبارح حماده. بالظبط، يعني يمكن من الحاجات اللي اتكررت الماتش اللي فات او في الثلاث ماتشات عموما، يعني هو ضغط الاهلي الشرس في الثلث اللي قدام. يمكن ده شفناه، ويمكن اكتر حاجه بتصنع فرص للنادي الاهلي اخر فتره او اخر ثلاث ماتشات هي فكره الضغط المتقدم بشكل عالي من قدام. خلق فرص كتير جدا، خلق فرص واضحه وصريحه، حتى في ماتش المصري في ثلاث اربع فرص اشبه بالانفرادات نتيجه الضغط اللي انت بتتكلم عليه ده. دي حقيقه، وهي دي الميزه دايما اللي بتاخدها من فريق شرس بيضغط من قدام. يمكن ليفربول مثلا اشهر الفرق العالم اللي كانت بتضغط من قدام، وكان دايما يورج كلوب بيقول ان افضل صانع لعب في العالم هو الضغط المتقدم او الضغط العالي، وده بالفعل بيتكرر مع النادي الاهلي. ديانج بيتهيألي كمان دوره واضح جدا في الجزئيه دي حماده. ديانج هو الاهلي دايما بيضغط بشكل 4-4-2 فلات، واضحه جدا ديانج هو اللي بيطلع يكمل بيضغط، لان لما كان بيلعب مودست مش اللاعب النشيط قوي اللي عنده القدر انه يجري ورا حامل الكوره يمين وشمال. حتى كمان كهربا مش مفيش مهاجم في العالم يقدر يجري مع اللعيبه خاصه السرد باكات والحارس المرمى، انت كان في مساحات مجهود بدني مساحات واسعه جدا، فهيضيع المخزون البدني في ان هو بالظبط. فدايما بتضغط بشكل 4-2 اللي هو ال 4-2 دول دايما بيبقى الثمانيه اللي كان بيعملها حمدي فتحي السنه اللي فاتت وعلي ديانج بيعملها السنه دي، وكانت واضحه قوي في الماتش اللي فات. يمكن لما نستعرض الحالات هوضح لك. تحب نبدا بالحالات؟ نبدا بالحالات طبعا. يلا نشوف حالات الضغط في ماتش امبارح. بالظبط، ماتش سان جورج ده شكل حالات الاهلي دايما بيضغط بشكل قدام، بيعمل مان تو مان على كل لعيبه او كل الحلول المتاحه لحامل الكوره. بص على يعني لو نرجع مثلا بالصوره اللي ورا، بص شكل الاهلي عامل ازاي، شوف بيرسي تو واقف فين، شوف امام واقف فين، حسين واقف فين، كهربا واقف ما بين اتنين فمانع يعتبر حلين تمرير. مانع حلين تمرير. كمل بالصوره اللي بعدها تلاقي ان السيرد باك هو ما عندوش حلول غير ان هو يلعب في العمق، رجعها استخلصها كهربا. هتخش بالصوره اللي بعدها هتلاقي النادي الاهلي كسب هنا فرصة. كهربا قطع الكوره، كهربا قطع الكوره، لعبها لحسين الشحات، حسين الشحات جات له فرصه تسديد. فهي دي الفكره، ان انت قطعت الكوره اللي حسين استلمها. استلمها وحش قوي. الاستلام فرق معايا، فرق معاه جدا، فما عرفش طبعا يتحكم في الكوره، وكانت مشكله. نرجع بقى هنا نقف عن الحته دي عشان هنتكلم على ان ازاي اللعيبه وهي في الملعب ازاي بتقدر تساعد بعضها وتشغل بعضها ويدوا تعليمات لبعض. ده امام عاشور اللي لسه جاي النادي الاهلي ما كملش فتره، بيكلم مروان عطيه بيقول له خلي بالك انت مع الجناح اللي نازل لعمق الملعب عشان يستلم من السرد باك ناحيه اليمين، وانا هركز مع السرد باك او لاعب نص الملعب. كملوا الصوره بقى، دي كوره مع السرد باك امام واقف هنا، السرد باك شوف ايه الحلول اللي متاحه قدامه ان هو يمرر لها. معدومه، هو هنا مجبر ان هو يلعب كره طوليه، لونج بول، مجبر ان هو يلعب كره طوليه، ما عندوش اي حل تاني غير كده، ما فيش حل تاني، لان امام قافلها عليه. ولكن هو اللاعب كان عايز يلعبها مع اللاعب اللي مع اليو ديانج في المساحه الواسعه دي. ولكن امام كان اذكى منه وقدر ان هو يعمل انترسبشن للكوره، وقدر ان هو يستخلص الكوره في مكان حلو قوي، وبرده صنع فرصه لزميله، ولكن كهربا ضيعها. كمل بالصوره اللي بعدها تشوف ان امام قدر ان هو يستخلص الكوره بشكل كويس قوي، بشكل ينم على قد ايه ان امام عاشور لاعب ذكي وعنده قدره على التوقع وقراءه اللعب. لعبها طبعا الكهرباء، ولكن خدها كهربا بشماله، خدها بشماله، ما عرفش يسيطر عليها كويس قوي. دي حاله، خش على الحاله اللي بعدها. في سنه استعجال جدا، يعني في احساس انه المهاجم عايز يجيب جون بسرعه. لو في شويه هدوء بشوف انه يعني ثلاث اربع فرص من اللي ضاعوا امبارح كانوا جوه الشبكه. انت شايف شكل الفرص عامل ازاي؟ يعني انت بتستخلص الكوره يعتبر في حلق المرمى. طيب مش عارف ليه الاستعجال، يعني مباراه خاليه من الضغوط. انت عارف يعني برضو انا ساعات اوقات كتير جدا بيبقى في ماتشات هي اوريدي الماتش متكهرب، يعني ماتش الهلال مثلا السوداني في القاهره السنه اللي فاتت كان متكهرب. الماتش ده كهربا جاب فيه جون مستحيل يعني جون يتدرس في كل فنون الكره، ازاي يستقبل وازاي صلح وازاي ركن وشاط كره فيها تابلو، رغم انه الماتش ده في منتهى الصعوبه ومنتهى الاهميه. في ماتشات تانية ماتشات سهله بتهالي انه اللعيبه وهي داخله الملعب خش متع نفسك ومتع الجمهور، مفيش حاجه، مفيش تنشنه، مفيش ضغط، مفيش اي حاجه. ده بيتهالي بيخلي اللعيبه في الملعب مرتاحه اكتر، ورغم كده برده بحس انه في استعجال وفي تنشنه. من وجهه نظري اكتر واحد طبعا كان واضح قوي
ان هو مش مركز، هو كان كهربا يعني، كهربا اتيح لي اكتر من فرصه لكن لم يحسن التعامل معهم وضيع فرص صعبه جدا بصراحه. ولكن انا تفسيري للحاله بتاع كهربا هي وجود موديست. هو الاهلي دلوقتي بقى عنده سكواد كامل شامل، كل مركز بقى فيه لاعب واثنين سوبر، في لعيبه تاخد ده تحدي وتشتغل على نفسها، في لعيبه تبقى مركزه ان هي عايزه تعمل اي حاجه، وفي لعيبه برضو احيانا الطبع النفسي بيغلبها ويبقى عايز ان هو يثبت نفسه فبيتسرع. فدايما لو في مثلا عشان اجيب جول محتاج ان انا اعمل 3 4 خطوات، فدايما لا انا عايز اجري الخطوه الخامسه عشان اجيب جول، المهم عندي ان انا اجيب جول. فده كان واضح من تصرفات محمود كهربا انه كان بيتصرف بشكل في تسرع شويه، في تسرع هو ما كان يعني كهربا في وضعه الطبيعي في حالته الطبيعيه الثلاث اربع فرص اللي جات له جول كلهم اجوال، لانه كهربا اصلا بيتميز بحته الفينش، الفينش ان هو وجود جوه 18 لعيب بلغه الكوره كده السنس بتاعه عالي، السنس بتاعه عالي جدا جدا كمان يعني سنس رجليه على الجول يعرف من كل حته في المنطقه وبيمينه وشماله يعني ازاي يخلص الكره دي بالشبكه. لكن هو امبارح كان واضح عليه جدا ان هو ما كانش مركز، وده يمكن حالات الضغط، ودي كانت اللقطه برده الاشهر بتاع كهربا الشوط الثاني. الشوط الثاني برده الكره كل لعيب مع لعيب، ما حدش سايب حد في حاله، يعني لو نمشي بشكل اسرع هيكون افضل. هتلاقي بيرسي تاو بيضغط من قدام، ومحمد هاني برده بيضغط، ونص الملعب كل واحد ماسك، ما حدش سايب اي خيار تمرير لاي حد. فبالتالي بتجبر اللعيبه ان هم يرتكبوا اخطاء. هنا مفيش غير لاعب واحد بس في نص الملعب، وحسين مروان عطيه قاري اللعب. هنا اللاعب عمل نوع من انواع محفزات الضغط، محفز الضغط ده اللي هو اللاعب استلم بشكل مش كويس، فده دافع ان انا اروح اضغط عليه. بالفعل مروان عطيه استخلص الكوره ولعبها لامام، وامام لعبها قصدي حسين، ولعبها حسين بشكل كويس قوي لمحمود كهربا، وجات له الفرصه دي ولكن برضو راحت بشكل غريب جدا. ده كان شكل الضغط بتاع النادي الاهلي من قدام، وكم الفرص اللي نتاجها النادي الاهلي من فكره الضغط، ان انا ازاي اقفل المساحات، اقفل كل خيارات التمرير اللي موجوده قدامي. من الحاجات برضو اللي اثرت في النتيجه امبارح برضو يا احمد، فكره المناوره زي ما انت كنت بتقول في بدايه الحلقه، المناوره واللا مركزيه، وازاي اللعيبه بتتحرك، وازاي بيخلقوا المساحه لنفسهم، وازاي كانت مؤثره في النادي الاهلي سجل الهدف الاول. ده شغل مدير فني. هنا احنا بنسيب اللعيبه وامكانيات اللعيبه جوه الملعب، ونتكلم على دور مدير فني في ازاي يحرك او يوظف قطع الشطرنج اللي موجوده جوه الملعب عشان يسيطر على المباراه. ده حقيقه يعني لما الموضوع اتكرر في جبهتين، اعتقد ان هو ده مش نابع من ارتجاليه من اللعيبه على قد ما هو شغل متحفظ متكرر في كل الماتشات، في الماتش نفسه بيتكرر اكتر من مره، بتخلق منه فرص، وكمان بتوصل لنهايه الماتش وبتسجل من فكره المناوره، وازاي اللعيبه بتتحرك وبتخلق لنفسها مساحه. يعني لما نخش على الحالات هيوضح لك قد ايه ان اليو ديانج وبيرسي تاو ومحمد هاني عاملين جبهه قويه جدا هجوميا، برده الناحيه الثانيه علي معلول وحسين الشحات وامام عاملين جبهه قويه جدا، مع ان كهربا دايما بيلنك بلغه الكوره كده مع الجبهه اليمين والجبهه الشمال بشكل كويس جدا. فلما ندخل على الحالات هوضح لك ازاي ده بيور ده يعني ده شغل المدير الفني، ودي البصمات اللي تفرق مدير فني او تفرق اسم عن اسم تاني في الكوتشنج. بقى احنا دخلنا على فكره ان والقصه دي هي اكتر قصه بتحتاج وقت وتحتاج شغل وتحتاج مذاكره وتحتاج تقييم لامكانيات اللعيبه اللي معاك، وتحتاج انك انت بقى تحفظ وتكرر مره واثنين وثلاثه لغايه لما ده يتعمل زي ما برشلونه مع بيب مثلا او السيتي مع بيب دلوقتي بيعملوا ده بشكل تلقائي. هي الاسماء اتغيرت واسم الفريق اتغير، لكن الكوره هي شغل مدير فني. شوف مع بعض الحالات يعني دي اول هجمه، ده المثلث اللي دايما موجود في الجبهه اليمين، بيرسي تاو، اليو ديانج، محمد هاني، خاصه لما يكونوا طالعين بالكوره من تحت. اليو ديانج واقف في قلب الملعب دوره عادي جدا كمركز 8، بيرسي تاو كجناح عادي جدا مفيش اي حنا. لما ندخل على الفريم اللي بعده هتشوف ان اللعيبه بتروح الصوره اللي بعدها بشكل اسرع هيكون افضل لينا. نروح بسرعه. محمد هاني بيسلم اليو ديانج، اليو ديانج بيسلم بيرسي تاو بيشد الباك، فبالتالي الباك اتفتحت في ظهره مساحه، فمين راح اليو ديانج؟ راح يستلم اليو ديانج، راحت لاليو ديانج، كان في فرصه ان هو يعمل عرضيه، وكان يفضل ان هو يستنى، ويستنى مين؟ يستنى بيرسي تاو. فده الشكل. هنا برده نفس الشكل، علي معلول، امام عاشور، حسين الشحات عاملين مثلث برده بيسلموا بعض، حسين الشحات دخل يسلم امام عاشور هيستنى ومش هيبصيله. لاحظ ان الشكل ده هو نفس اللقطه بتاع الهدف بالظبط، مع ان الفرق بس ان امام قرر ان هو يقطم لبره تاني عشان يستغل تحرك بيرسي تاو ويلعب له عرضيه اوت سوينج او ان سوينج اللي جوه.
لما تكمل برضو بالحلال لاحظ بس التحركات وازاي اللعيبه بتتحرك. هنا رامي ربيعه مع الكوره مين بص مين نازله، ده محمد هاني، شوف بيرسي تاو فين، شوف اليو ديانج فين. فكره المناوره اليو ديانج راح يستغل برضو المساحه اللي فتحها بيرسي تاو بسبب ان هو سحب الباك، راح يستغلها هيريحها لبيرسي تاو. بالمناسبه الهجمه دي كانت هتروح لبيرسي تاو، على فكره هي مش اوفسايد من الاول ولكن الحكم رايح حسبها اوفسايد. احنا طبعا عشان يعني ما فيش وقت ننبح صوتنا، لا التحكيم في افريقيا بعافي. امبارح في كوره بتاعت مروان عطيه فاول ليه واضح وصريح، واقل حاجه فيها انذار للراجل حسبها فاول على النادي الاهلي. يعني دي كوره يعني شديده الوضوح، على فكره دي ريد كارد عموما يعني، وممكن جدا لو في فار يقول له تعالى خد دي له بطاقه كارت احمر بالظبط. فيعني ده في تصنيف الفيفا كارت او يعني اسمها بيقولوا عليها ايه، دخول زي باستهتار ممكن يعرض المنافس لاصابه خطيره جدا وبالتالي عقوبتها كارت احمر. ده حقيقة. تهور. معلش مش استهتار، تهور. دي تكمله برضو لفكره اليو ديانج ان هو ازاي بيخش يكمل، واللقطه دي هتفكرك بحمدي فتحي لما كان بيخش يكمل. ده امام عاشور على فكره اللي بيلعب الكوره لقلب الملعب او جوه ال 18، اليو ديانج بيريحها ولكن الكوره ما قدرش يسيطر عليها حسين الشحات. دي لقطه الهدف. ايوه لقطه الهدف. بص حسين الشحات هو اللي واقف كانه مركز 8 وامام عاشور هو اللي كانه هو الوينج جناح شمال. هنا امام استلمها ولكن هيريحها لحسين. أيوة. انا اللقطه اللي عملها حسين دي طبعا لقطه جماليه ابداعيه، ما ينفعش ان احنا نعديها كده وخلاص. صحيح. يعني لقطه حلوه جدا، هو بتاع اللقطات جدا جدا لما الغزاله بتبقى رايقه يطلع لك يعني شغل 10 على 10. ده نتج عن الهدف الاول. هنا فكره المدير الفني، شوف خلقت كام فرصه، خلقت كام موقف كويس للعيبه كانت ساهمت بهدف. هنا شغل المدير الفني دايما بيبقى محتاج شغل كده، ان انت تدور عليه وتشوف الخطوط اللي رسمها المدير الفني للعيبه بتاعته. صحيح. وبتفرق معاهم. طيب انت برضو واحده من الحاجات اللي عايزين نقف معاها الضربات الثابته اللي يمكن كانت في اوقات كتير جدا مهمه وكانت حاسمه. يعني خلينا نقول مثلا انه اهم بطوله انت حققتها السنه اللي فاتت بطوله افريقيا، حسم البطوله دي كان الضربات الثابته فيها ليه دور كبير جدا، واهمهم طبعا الركنيه اللي لعبها معلول لعبد المنعم عشان يخلص بيها الاهلي البطوله. فشايف الضربات الثابته ازاي، وعايز نبص على حالات ايه في ماتش امبارح؟ والضربات الثابته طبعا من الحاجات اللي كانت ملفته ليا بالنسبه لي، رغم في سان جورج ماتش سان جورج رغم ان احنا ما سجلناش منها ولكن لفت نظري ان في شغل لمدير فني. وهنا لما بنيجي نتكلم على شغل المدير الفني مش شرط ان هو يترجم لهدف او مش شرط يكون مؤثر في النتيجه، على قد ما هو شغل مدير فني بيعمله وبيحفظه للعيبه، والتنفيذ في الاول والاخر بيرجع للعيبه ومدى تمكنهم من اتقان التعليمات اللي بتجيلهم من المدير الفني. انا قلت لك بعد الهوا يعني كنت بقول لك ان في اربع حالات او اربع افكار اتعملوا في خلال 60 دقيقه بس، فده بالنسبه لي رقم كبير. لما اربع افكار مختلفه والاربعه يجي عند لقطه معينه اربعه شبه بعض باترن واحد، ولا كل واحده ليها هو شورت كورنر بس شورت كورنر. بيبقى فيه اختلاف في بعض الحاجات اللي بتخلي احنا جبنا جوال مع جوزيه بالشورت كورنر ده. يعني انت لو وريتك الفرص اللي خلقناها من الشورت كورنر يعني كوبي بيست يعني فاهم. فاكر انا جوزيه كان شاطر جدا في حته الشورت كورنر. يعني انا وريتك الفرص اللي خلقناها من خلال الشورت كورنر، تعرف قد ايه ان الفعل الافكار. طب يلا لو شوف حالات الضربات الثابته. يلا ده دي كانت الشوط الثاني، بس انا حابب ان انا ابدا بيها بشكل اسرع. هتبان هنا امام عاشور هيلعبها ثاني، يرجعها لعلي معلول. علي معلول هيعمل 1 2 خد وهات مع حسين الشحات، هيوصل للنقطه دي هيلعبها لرامي ربيعه على راسه بالظبط، هو طالع لوحده. بص كام لاعب واقف لوحده. الخمس لعيبه لو توقف الصوره دي هي الناتج الفني من فكره الشورت كورنر واللي بيعمله مارسيل كولر. وقف هنا الفكره كلها ان انت بتعمل نوع من انواع الخلخله في خط الدفاع في الضربات الثابته، لان لو انت لعبت الكوره بشكل مباشر كضربه ثابته اللعيبه بتبقى متمركزه وكل لاعب ماسك لاعب، فاللعيبه بتحس بنوع من انواع الخنقه الدفاعيه اللي بتحصل من المنافس. فانا عشان اخلخل والعب على عدم التنظيم اللي بيحصل في الكام ثانيه دول العب الشورت كورنر، اعمل لهم نوع من انواع اللي هو ايه حاجه مش متوقعه.
انا مش عارف المنافس هيعمل ايه، هيلعبها بشكل مباشر بشكل غير مباشر، طب مين اللي هيرفع كورنر، طب هو الشوط على طول. وده اللي هيحصل لو نرجع بالكره اللي ورا، تلاقي ان رامي ربيعه وكل لعيبه النادي الاهلي واقفين لوحدهم، عندهم حريه التصرف ان يعملوا اي حاجه، ولكن رامي ربيعه بس ناخد في الاعتبار حاجه برضو، خبرات سان جورج ما ينفعش تقيس عليها، يعني تمركزاتهم طلعتهم وقفتهم، فريق في الاول والاخر سهل انك انت تطبق عليه اي فكره بالظبط كده. يعني سهل انك انت، ولكن هي في الاول والاخر هي افكار، ولما تتقنها قصاد فرقه زي دي ممكن لما تصعب هتتقنها برضو، ولما تطلع لليفل احسن كل ما ما هي دي الفكره في بدايه السيزون. وعلى فكره مارسيل كولر بدا بالتشكيل الاساسي زي ما قلت لك بسبب الحته دي، الاتقان، هو عايز الفرقه بتاعته توصل للبيك فورم. كمل نكمل الحاله اللي بعد، عايز تكمل كمل في بعد دي. كمل يعني. كمل زي ما انت كده بشكل سريع اتوضح لك الفرصه، ودي كانت الفرصه اللي راحت لمحمد عبد المنعم في جوه الستة يارد، خلقها بشكل كويس جدا، خد وهات. ده علي معلول هيلعبها لحسين الشحات، علي معلول هيقطع لجوه ال 18، هنا راحت له بس طويله شويه، طويله جدا ما قدرش يسيطر عليها. بس تخيل لو الكره جت لعلي معلول قدام الست يارده بالشكل ده، كانت انفراد بالمرمى. فده الخطوره اللي كانت متوقعه ان هي تحصل من حاجه زي جمله متحفظه بالظبط. دي كانت لعبت بشكل ستريت لحسين الشحات، كان عايز يلعبها له على قوس ال 18، ولكن حسين ما استلمهاش بشكل مناسب. يعني دي كانت كوره كانت واضحه، كان في نقاش حصل ما بين علي معلول ومروان عطيه، الحكم كان وقف اللعب، فعلي معلول جاي من 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 اخر الدنيا، فبيقول له سيبني العبها، فراح لا قال له لا انا سيبني العبها انا، فهو اتلعبت بشكل ده كهرباء اللي جاي بعد كده بيرجعها مره ثانيه، بيسندها بيريحها بيرجع لمروان بيكمل. هي دي كانت اللقطه بتاع محمد عبد المنعم، فعلي معلول وكهربا وحسين الشحات هم اللي كانوا بيشتغلوا. ده مروان عطيه هو هنا المفروض، مروان المتوقع ان هو يعمل عرضيه للخمس لعيبه اللي واقفين عند القائم البعيد، كلهم واقفين لوحدهم في اي عرضيه تتلعب هناك، وبرده في ان علي معلول وحسين الشحات واقفين على قوس الستة ياردة موقع خطر. دي الكرة اللي حطها منعم، منعم دي ناتجة من شغل المدير الفني، فده شغل المدير الفني في الضربات الثابته. الكره دي كانت عايز طبعا يعني يشكر عبد المنعم الموجود في الحته دي، بس الكره دي عايزه سنس اكتر منها قوه. يعني دي لو كانت مع مهاجم اكيد كانت جون، بس احنا بنتكلم هنا على النتائج. خد بالك عبد المنعم مهاجم، انا ما بعتبرش عبد المنعم لاعب مهاجم، يعني مش بقول ان هو عنده قدرات مهاجم، عبد المنعم لاعب فتره جوه الصندوق، فهو المنطقه والاحساس مش غريب عليه، طلوعه حتى في الكرات العاليه تحس انه ستايله مهاجم، مهاجم مش مهاجم مش يعني هو طبعا مدافع مهم جدا، لكن في النهايه لو فيها سنس اكتر منها قوه او فيها تمركز افضل شويه كانت الكره دي جول بالظبط. فتخيل اربع فرص قدرت ان انت تخلقهم من ضربات ثابته، ده ناتج عن شغل مدير فني، حتى لو الشغل ده ما ترجمش الاهداف، ولكن هو يظل في النهايه شغل مدير فني. ولو اتكرر ولو المدير الفني اشتغل عليه في التمرين هينتج منه اهداف بشكل اكبر. طيب يعني. امام لاعب امكانياته كبيره جدا، وكله شاف انه اضافه طبعا لسكواد الاهلي، عنده مساحه كبيره جدا للتطور، لانه الشغل في الاهلي غير في اي حته تانية. عنده مساحه كبيره كمان انه يكتسب خبرات وانه يحتك احتكاكات ما كانش ممكن يعني يتعرض ليها في اي نادي تاني، فبالتالي رهان كبير جدا عليه الموسم ده. شايف ايه في امام عاشور مع الاهلي في ثلاث ماتشات ووصولا لمحطه سان جورج امبارح؟ هو امام خلينا نكون متفقين، هو اعلى ثمانيه موجود في مصر واشمل ثمانيه موجود في مصر. كلمه شموليه هي ما بتتقالش اعتباطا، ولكن هي بيتحط لها اعتبارات. ايه اللي بيقدر يقدمه امام للفرقه؟ لسه بدري على اعلى دي؟ لا هو بكل امانه لا يعني مش مع الاهلي بس حاجة، هو بس من قبل الاهلي امام كان لاعب عالي جدا. خد بالك انه تقييمي للاعب وهو توب فورم غير لما اجي اقيمه دلوقتي، لانه يعني احنا ممكن نتكلم على اساطير كتير جدا يا حماده جم الاهلي وهم لعيبه كويسه. يعني وائل جمعه مثلا لما جه الاهلي كان لعيب كويس، لكن فنش في الاهلي ازاي؟ عصام الحضري جه الاهلي وهو جول كيبر كويس وما كانش نمره واحد ساعتها، حتى لما جه كان جاي من دمياط على ما اتذكر يعني، بس يعني فنش مشواره، واحد من اهم الاسماء لحرس مرمى النادي الاهلي. تريكه
جاي الاهلي ما حدش يعرف يعني مع كامل الاحترام يعني حدش جه 26 سنه تقريبا 26 سنه كان بيلعب في ترسانه كوره شوف قد ايه ما حدش في مصر يحس بيه لكن تريكا اللي جه الاهلي مش هو تريكا اللي فنش في الاهلي بكلم كوره بس يعني بكلم ملعب بس فهي قصه انك ممكن تبقى امكان لكن مش ده امام يعني خلينا اقول هو لطيف وظريف وعامل اسيستين في ماتش المصري بورسعيدي عالميين انا اشدت بيهم واتكلمت عليهم قلت عليهم شاعر لكن لسه قوي بدري عقبال ما امام يجي لسه شويه يعني هو خلينا ولا جه خلاص من وجهه نظرك لا هو لسه ما جابش البيك فورم بتاعه أيوة. ولكن اللي قدمه ده شيء يعني مش متوقع بصراحه وغير قابل للتوقع احسن من التوقع انا كنت فاكر يعني انه ياخد وقت اكبر من كده وقته اطول من كده لانه لاعب جاي في ضغوط جاي من الزمالك جاي اعتبر لا جاي من ميتلاند او جاي من ميتلاند او لاعب زمالك فحصل تجربه احتراف تجربه احتراف فكان الموضوع ما كانش سهل على اي لاعب خاصه لما يكون مرتبط بنادي جماهيري اخر يعني فكنت متوقع ان امام عشان يدخل في الفرقه هيبقى محتاج وقت طب ليه ما بقولش جاي من محله يعني ما انا ممكن اقول جاي من محله ولا ايه من اي مكان ايوه يعني اصل يعني ليه الناس بتقول ان هو محله زمالك ميتلاند اهلي صح ومش ده الترتيب الطبيعي دي محطات اللي هو دي محطات عليها يعني. قصه مع كامل احترامي لكل الاسماء الثانيه في الاهلي دايما غير ده حقيقي. انت في الاهلي مطالب بحاجات ما كنتش مطالب بيها في اي نادي تاني انت في الاهلي بتلعب عدد مباريات في السيزون واحد ما لعبتوش في اي نادي في حياتك انت في الاهلي بتواجه منافسين ما شفتهمش ومش هتشوفهم بره النادي الاهلي ده حقيقي. مش دي الحقيقه ده حقيقي انا خلي بالك انا كنت لا انا بقلل من حد ولا بنادي بدي الاهلي اكبر من حجمه بس تقليل. ده اللي هيقابله اي بس دي مش امام بس رضا سليم مودست مش مودست جاي من المانيا كان هيلعب كاس عالم انديه ما كانش هيلعب كاس عالم انديه فحجم الماتشات ده طبيعي انت بتلعب عدد ماتشات ومستوى منافسه في الاهلي غير اي نادي تاني انا كنت قلت جمله كده على امام قلت ان امام محتاج الاهلي والاهلي كان محتاج امام امام محتاج يتبروز محتاج تيشيرت النادي الاهلي محتاج جمهور النادي الاهلي محتاج يحتك بالمنافسات اللي بيروحها النادي الاهلي سنويا أيوة. كاس عالم انديه سنويا نهائي دوري الابطال طب انت راضي عن امام دلوقتي باذن الله ربنا بس يحفظه من الاصابات اتفرج على امام ده في كاس العالم للانديه ان شاء الله باذن الله لو كان سليم معافى يعني هتلاقي ان مستوى امام اللي هيجيبه في بطوله زي بطوله كاس العالم حاجه تانية خالص غير اللي انت بتشوفه دلوقتي ده حقيقه نفس الامر ينطبق على كل لعيبه الاهلي مش بس على امام لكن بتكلم على امام لانه بعيد بقى له فتره كبيره جدا زي كهربا مثلا كهربا السنه اللي فاتت كان جاي من بعيد كان تقريبا في ناس ممكن تقول لك كهربا مبطل كوره ودخل واحده في الثانيه مفنش هداف الاهلي السنه اللي فاتت في افريقيا هي الفكره بس انه الاهلي دايما غير لا ولا غير يعني انا عشان اكون امين الاهلي غير وزي ما قلت لك هو امام كان محتاج حد او نادي ينوره ومفيش حد هينور اي امكانيات عند اي لاعب غير النادي الاهلي يمكن زي ما ذكرت ابو تريكا قبل ما يجي النادي الاهلي كان لاعب كويس والجمعه كان لاعب كويس ولكن فنش ازاي هي دي النتيجه اللي هتحصل ودي مرتبطه باللعيب برضه مرتبطه باللعيب وشخصيته وقدراته الفنيه وعقليته وهو عارف انه بالزبط. مش جاي الاهلي نهايه المشوار انا جاي الاهلي ابتدي مشوار جديد ده حقيقه فهي دي الفكره ان امام كان محتاج النادي الاهلي عشان ينوره وامام عنده امكانيات كويسه تقدر تخليه في النخبه عموما ايه اللي محتاجينه سريعا بقى ايه اللي في الثلاث ماتشات اللي جايين محتاجين نشتغل عليه هل محتاج تشوف روتيشن كتير بحيث انك تبقى مجهز اكبر قدر من اللعيبه ولا محتاج تحافظ على ثبات التشكيل رايك في دكه الاهلي وتاثيرها في تغيير يعني احداث مباريات او نتيجه ماتشات لا هو الحاجات اللي انا اتمنى تحصل الفتره اللي جايه هو ان مارسيل كولر يثبت التشكيل عشان حته الانسجام وان فريق معين يوصل للبيك فورم اعتقد ان لسه بدري قوي على فكره ان احنا نقول نريح والروتيشن والكلام ده كله لما تدخل هي مش قصه تريح بس هي قصه تجهيز كمان وتجهيز انت محتاج تشرك عناصر مش بس عشان تريح عناصر لكن عشان تجهز العناصر اللي ما بتشتركش على الاقل على الاقل حتى الاسامي اللي بتشارك بشكل اساسي هم اللي يلعبوا مع بعض بشكل مباشر صحيح زي السكواد اللي كان بيلعب حته البودره والبنش اعتقد النادي الاهلي هو عنده اقوى بنش تقريبا من اخر 10 سنين مثلا من ساعه ايام الجيل الذهبي البنش كمان بينزل غير في النتيجه الماتش اللي فات الاهلي نزل سجل احمد عبد القادر اللي هو امبارح الماتش اللي قبله كريم فؤاد واحمد عبد القادر اللي عمل له اسيست وكان 10 لعيبه مشاركين في الهدف كان هدف جماعي كويس جدا فالدنيا في الاهلي ماشيه على ما يرام حتى الان
صحيح لسه ما وصلناش للمستوى اللي فنشنا بيه السنه اللي فاتت، ولكن الاهلي مستواه والكيرف ماشي كويس ومتصاعد. مبروك الفوز، وان شاء الله في انتظار عرض اقوى فوز اكبر ان شاء الله يوم الجمعه اللي جاي، بما انها مباراه العوده بقى. بشكرك شكرا جزيلا حماده، شرفتنا ونورتنا حبيبي. اسعد بيك دايما في السادسه حبيبي. شكرا ليك، شكرا ليكم، كل التحيه ومبروك الفوز. وباذن الله هنتابع بقى، اعتقد بكره هيبقى راحه من التمرين، لكن من يوم الاربعاء هيكون المتابعه طبعا لينا الاخيره بالنسبه لنا في السادسه هنا لاستعدادات الاهلي لمباراه الجمعه. تقربنا اكتر، تطمنا اكتر قبل ما نروح للصعب واللي جاي، بدايه من قبل نهائي كاس مصر ومن بعده على طول السوبر ليج الافريقي. تحياتي لكم.